قصص هذه الأسطورية. كتاب الحجة باب ما يظل به دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة، حديث رقم 15. وبعد ما يكتفون بهذا الحديث أو بهذه القصص يدعون علم الغيب للإمام زين العابدين. وحسب ما جاء في رجال الكشي فقد روى الباقر عن أبي خالد الكابولي، هذا كان خادم محمد بن حنفية، وبعدين اجى صار من اتباع زين العابدين او اتباع الباقر، وديروي قصه عن معاجز الامام زين العابدين. يقول انه لم يكن يشك في امامه ابن الحنفيه، ما كان سامع هاي القصه مالت الحجر الاسود، وكان وياه الى اخر امره، حتى اتاه ذات يوم فقال له: جعلت فداك ان لي حرمه وموده وانقطاعا، يعني انا منقطع اليك، فأسألك بحرمة رسول الله وأمير المؤمنين، إلا أخبرتني أنت الإمام الذي فرض الله طاعته على خلقه. هي هاي الفكرة ما كانت موجودة، ذول دي يختلقوها ودي يسووها على لسان ذول الناس. محمد الحنفية ما قال أنا مفروض الطاعة من الله، قال أنا وصي علي بن أبي طالب، يعني واحد من أوصيائه، يعني أنا ابن علي بن أبي طالب وأنا أصير قائدكم، بس هم دي يركبون قصص على لسان ذول الناس. قال: فقال: يا أبا خالد، حلفتني بالعظيم، راح أعترف لك الآن، الإمام علي بن حسين عليه السلام وعليك وعلى كل مسلم، مو أنا مو إمام. فأقبل أبو خالد لما سمع ما قاله محمد بن حنفية إلى علي بن حسين، فاستأذن عليه، فلما دخل عليه دنا منه، قال: مرحبا بك يا كنكر، ما كنت لنا بزائر، ما مدى لك فينا، إيش جابك علينا الآن يا كنكر؟ فخر أبو خالد ساجدا شاكرا لله تعالى مما سمع من علي بن الحسين عليه السلام، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى عرفت الحق والدين الصحيح. فقال له علي: وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ قال: إنك دعوتني باسمي الذي سمتني أمي التي ولدتني، وقد كنت في عمياء من أمري، أنا رايح على الكيسانية، ولقد خدمت محمد بن حنفية أمرا من أمري، ولا أشك إلا وأنه إمام، حتى إذا كان قريبا سألته بحرمة الله وحرمة رسوله وبحرمة أمير المؤمنين، فأرشدني إليك وقال: هو الإمام علي وعليك وعلى خلق الله كلهم، ثم أذنت لي فجئت فدنوت منك، سميتني باسمي الذي سمتني به أمي، فعلمت أنك الإمام الذي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم. الكشف الجزء الثاني صفحة 336. يعني الإمام زين العابدين كان عنده علم غيب، هذا اسمه ما حد ما يعرفه، اسمه أبو خالد الكابولي، واسمه الحقيقي كنكر، وما حد ما يعرفه إلا أن زين العابدين عرف اسمه هذا اللي سمت به أمه، وقال له: أنت اسمك فلان يا كنكر. فصار أنه هذا دليل على إمامة زين العابدين. لاحظوا هذه القصص، يعني لسنا بحاجة إلى مناقشة هذه الأساطير والمعاجز الخيالية التي حبكها الغلاة ونسبوها لأئمة أهل البيت، والتي يستعينون بها لتسويق نظرياتهم الخيالية بين السذج من الناس، علما بأن الحجر الأسود لم يتكلم لرسول الله ولا للإمام علي، فلماذا يتكلم لزين العابدين ويسلم عليه الذي لم يدعي أساسا الإمامة العادية؟ ما ادعاها القيادة السياسية العادية، ما ادعاها الإمام زين العابدين، فضلا عن الإمامة الإلهية أني منصب من الله تعالى. ولم ينازع عمه محمد بن حنفية الذي استلم قيادة الشيعة الثورية والحركية بعد استشهاد الإمام الحسين، والتف حوله الشيعة الكيسانية، ثم أصبح ابنه عبد الله أبو هاشم إمام الشيعة في أواخر القرن الأول الهجري. وكما فشل الإماميون في إثبات الإمامة الإلهية لزين العابدين، فإنهم فشلوا في إثبات الإمامة لكل واحد من بقية الأئمة الذين يقولون أنهم معينون من قبل الله. الآن إحنا إذا جينا قلنا الأئمة مو من الله، مو معينين من الله، ناس عاديين كانوا، علماء، أبرار، زهاد، عباد، ثوار، عظماء، كل شيء نقول بحقهم من الأخلاق الحميدة هي تنطبق عليهم، يعني احنا ننزل من قدرهم
لا، لأن هذا هم اللي كانوا يقولوا إحنا ناس عاديين، إحنا مو أنبياء ولا نصف أنبياء ولا ربع أنبياء ولا معينين من قبل الله ولا عندنا أسمى من الله. الإمام علي خاطب جماهير المسلمين في الكوفة يقول لهم إني في نفسي لست بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. تعالوا احكوا وياي، أنا مو معصوم. زي منين جابوا هاي نظرية العصمة والأئمة معصومين والله معينهم ولازم هالسلالة واحد بعد واحد؟ هاي كلها تأليف، تأليف الغلاة والمتكلمين والفلاسفة وذول الجماعة. وبعدين هاي النظرية هي بالتاريخ شنو يعني أثرها علينا الآن؟ شنو أثرها علينا الآن؟ ليش مهتمين في بحثها؟ سواء كانوا أئمة معينين من الله ولا مو معينين، كانوا أنبياء ولا ما كانوا أنبياء، شي هم اليوم إحنا؟ أكو علاقة لهالمواضيع بحياتنا اليومية؟ أكو، نعم، أكو ناحيتين، ناحية ألف سنة إحنا اخترعنا بناء على هاي النظرية أنه الله لازم يبعث أئمة معينين معصومين من السماء هو يعينهم. والحسن العسكري توفى وما قال أنا عندي ولد، فلازم نفترض عنده ولد، ما يصير هاي النظرية تخرب. هاي النظرية إذا إحنا ما قلنا صدقنا الإمام الحسن العسكري وقلنا له صحيح كلامك أنت ما عندك أولاد، يعني نظريتنا انهارت. وما لازم تنهار هاي النظرية، لازم تبقى حية وإحنا نبقى نحافظ عليها. فإذا لازم نختلق فد ولد للإمام الحسن العسكري. طيب هذا الولد اللي اختلقناه وينه؟ مو غير يظهر يجي يقود الناس اذا هو معين من الله؟ قالوا ها هو خايف ابو ظمه بالسر. طيب شلون بالسر ويصير حجه علي، يصير حجه على الناس؟ غير يظهر امام الناس حتى يصير حجه عليهم؟ قالوا لا، هو مو غائب الان، غائب وبعدين راح يظهر في المستقبل، كم سنه بعد؟ يعني في 10 20 سنه بعد. مرت عشرات السنين، قالوا في 40 سنه بعد. مرت 40، قالوا 70 سنة، راح 70 سنة وما ظهر أي واحد. بعدين قالوا شنو؟ قالوا ما يصير أي واحد يقوم بحركة ثورية أو يشكل حكومة سياسية إلا أن ينتظر هذا الإمام اللي الله معينه إنه. وألف سنة إحنا قاعدين ننتظر ونحرم إقامة الدولة والمشاركة السياسية والثورات، لأنه ما يجوز إحنا نقوم بثورة إلا الإمام المعصوم يجي يقودنا. كل راية